بسم الله، من الحاجات الجديدة في ريفيت 2019 هو إن أنا لو رسمت ريجن بالشكل دوت كان الأول بيديني لما بدخل في الإيديت بيديني حاجة واحدة بس اللي هي الباترن. دلوقتي بقى عندي اتنين، فور جراوند في الباترن وباك جراوند في الباترن. تعال نشوف لما أقوله أوكي وأقوله أوكي. تمام، شايف الباترن اهوت، هقول له edit type وهقول له background في الباترن واختار شكل تاني، ده هيبقى في الباك جراوند. هقول له اوكي، هتلاقي ان هو بقى كومبلكس الاتنين مع بعض. تمام، وتقدر تدي ده لون وده لون. دي خاصية ما كانتش موجودة قبل كده. الخاصية دي مش موجودة بس في الباترن، لا ده في اي حاجة. لما تيجي تدخل VV تمام وتختار مثلا اي عنصر وتقول له مثلا عايز الباترن هنا، هتلاقي لو كانت حاجه واحده دلوقتي بقى عندي الفور جراوند والباك جراوند، تقدر تختارهم الاثنين مع بعض. تمام، ونفس الكلام ده برضو لو دخلت في الفلتر هتلاقي برضو اي حاجه فيها باترن بقت موجوده الاثنين.